بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين عشان عيد العذراء. ونكمل تأملاتنا في سفر أشعياء في إصحاح 51، وصلنا العدد 9. خليني راجع معاكم الإصحاح برضو من أوله. الإصحاح ده قلنا يتميز بأنه في كذا مرة تكرار لكلمة اسمعوا، انظروا، اصغوا، انصتوا، انتبهوا. فبيقول حاجة مهمة، فعمال يقول ركزوا ركزوا، بصوا بصوا اسمعوا. يعني قال اسمعوا لي أيها التابعون البر، بعدها يقول انظروا إلى إبراهيم وإلى سارة، وبعد شوية يقول انصتوا إلي يا شعبي، اصغوا إلي، وبعدين يقول ارفعوا إلى السماوات عيونكم. فواضح أنه كانت الرسالة أن احنا مش مركزين كويس، لأن ده عكس اللي كانوا فيه اليهود. اليهود يسمعوا كأنهم ما يسمعوش، ويشوفوا كأنهم ما بيشوفوش. لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يفهمون. فكأنه الوصية دي مهمة، لأن احنا أحيانا نبقى كده، عندنا ودان مش شغالة، ربنا بيتكلم مش مركزين، عندنا عينين شايفة وكأنها مش شايفة، شايفة قد ايه الحياة دي بتزول، شايفة ان الشر نهايته وحشة، عينينا شايفة الخير اللي جاي من ربنا، بس يعني وكأننا مش شايفين. فبيقول في عدد 7 اسمعوا لي يا عارف البر، الشعب الذي شريعتي في قلبه. يعني الشعب لما تكون كلمة ربنا في قلبه يحب يسمع اكتر. يعني انتوا بتحبوا درس الكتاب ليه؟ لان انتوا كلمة ربنا في قلبكم، مش أول مرة تسمعوا الآيات دي، لا، أنتوا بتحروحوا تقروا في بيوتكم وتحبوا الإنجيل. كل ما شريعة الله في قلبك، كل ما ودانك اتفتحت، فبقيت عاوز مزيد. عارفين زي إيه؟ زي اللي صحته حلوة يأكل كويس، اللي ساعات صحته وحشة قوي مع أنه محتاج الأكل يقولك نفسي مسدود. فهمنا؟ يعني اللي يقول لك مش مستحمل اقرا الانجيل، ماليش تقول على الانجيل، الكلام مش داخل قوي، مش فاضل الانجيل، ده صحته وحشه عدمانه لدرجه نفسه مسدوده ملوش نفس. لكن اللي ياكل كويس ده يشتهي كويس، يشتهي كلمه ربنا، يبقى فرحان بالكلام لان هو اساسا متغذي وصحته كويسه. فبيقول اسمعوا لي يا عارف البر، الشعب الذي شريعتي في قلبه، لا تخافوا من تعيير الناس ومن شتائمهم لا ترتعوا. احنا قلنا الكلام ده المرة اللي فات، معناها ما تركزوش قوي الناس راضين عليكم ولا مش راضين عليكم. اللي عاوز ربنا ما بيفرقش معاه قوي الناس تمدحه او الناس تقول عليه كلمة مش تمام، هو في الاخر عاوز ربنا. لانه كالثوب يأكلهم العت، العتة يعني، وكالصوف يأكلهم السوس، أما بري فإلى الأبد يكون وخلاص إلى دور الأدوار. يعني اللي هيفضل في الآخر هو الإنسان البار، هو الصلاة، هي الخدمة، هي لمحبة الناس، هي طاعة الوصية، هي الأيام اللي انشغلت فيها بربنا، هو ده اللي هيقعد، ده اللي يدوم من دور لدور. لكن كلام الناس ورأي الناس وفلوس الدنيا كل ده ينتهي. من عدد 9 استيقظي استيقظي، البسي قوة يا زرع الرب، استيقظي كما في أيام القدم. يعني لو ضربتوا بعينيكم في بقية الإصحاح هتلاقي مثلا في عدد 17 انهضي انهضي قومي يا أورشليم، تكملوا في بعدها بشوية في إصحاح 52 استيقظي استيقظي البسي عزك يا صهيون. أولا لما نلاقي نداء بيتكرر، ده أسلوب أدبي، أسلوب أدبي الغرض منه ينتبه الشخص. لما كلمة تتقال اصحى اصحى اصحى، يعني التكرار ده معناه أن الرسالة مهمة. وكثير لما كان ربنا يسوع يخاطب شخص ما كانش يناديه مرة واحدة، مثلا يقول مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين، سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلب أن يغربلكم، شاول شاول لماذا تضطهدين. التكرار ده معناه ايه؟
غالبا ما سمعش أول مرة، يمكن يسمع تاني مرة، أو معناه انتبه، الرسالة مهمة قوي. فالإلحاح في الكلام أو الأمر المكرر لازم تاخده باهتمام، لأن ده معناه ببساطة كده أن أنت نايم، فبيقول لك اصحى. ولا طبعا لما تقول لواحد اصحى مش هيسمع من أول مرة غالبا. استيقظي استيقظي، البسي قوة يا زراع الرب. ايه هي زراع الرب؟ زراع الرب يقصد بها اولا ربنا يسوع له المجد. بمعنى ايه؟ الله الاب لم يره احد قط، ولكننا راينا يده، راينا زراعه، راينا قوته، راينا مجده في ابنه. فالمسيح المتجسد بعض الاباء قالوا هو ده زراع الرب، بمعنى ايه؟ ان احنا راينا يد الله في المسيح. عشان كده المسيح له المجد كان يقول ايه؟ ان كنت انا باصبع الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله. يعني كانه بتضعه بيقول اعتبروني انا صباع ربنا اللي بطلع الشياطين، فيد الله. الاباء برضو قالوا ممكن تفهم على الكنيسه. ليه؟ لان الكنيسه هي امتداد ربنا يسوع، مش احنا جسده. فالقوه اللي في المسيح بيحطها في شعبه، في كنيسته، في الكهنه بتوعه. فكأن الدعوة اصحى، إذا كانت للمسيح له المجد هنفهمها بمعنى، وإذا كانت للكنيسة هنفهمها بمعنى. إذا كانت للمسيح يبقى بيخاطب المسيح في قبره، لأنه استيقظ أيها النائم، دي ممكن تبقى للمسيح، لأنه هو يعني لما مات مات كنائم، يعني بمعنى إيه؟ ما تغلبش من الموت. المسيح له المجد نفض الموت زي اللي بيفرك عينيه ويصحى. ربنا يسوع بالموت داس الموت. فهنا حين استيقظ المسيح من نومه أو من قبره، البشرية كلها لبست العز، لأن احنا كنا عريانين قبل كده من النعمة، كان محكوم علينا بالهلاك الأبدي، كانت الخطية مغطيانا من رأسنا لرجلينا. لما المسيح جه وفدانا وقام، لما قومنا ادانا قوة الحياة الأبدية، فايه بقالنا عز. عشان كده بيقول استيقظي البسي قوه يا زراع الرب، استيقظي. اذا فهمت على الكنيسه طبعا دي واضحه، يا كنيسه اصحي، طبعا الكلام لينا، يا ناس اصحوا البسوا قوه. يعني ايه؟ عيب عليكم، ده انتوا ولاد ربنا، ده انتوا ممكن تبقوا اقوى من كده كتير. ما تلبسوا القوه، يبقى عندك قوه الهيه تحت ايدك ما بتستخدمهاش ليه؟ انت لو ناديت على ربنا اكتر من كده تبقى اقوى من كده، لو قريت الانجيل اكتر من كده تبقى اقوى من كده، لو اتناولت اكتر من كده تبقى اقوى من كده، لو حاربت ضعفاتك ومسكت في ربنا تبقى اقوى من كده. ليه قاعد ضعيف؟ ما تلبس القوة، تعبير جميل، البسي قوة يا كنيسة او يا زراع الرب. لبس القوة معناها لبس المسيح، لان المسيح هو قوة الله. وكلمة نلبس المسيح دي استعارها القديس بولس لما قال نحن الذين اعتمدنا، في غلطة يقول ايه؟ قد لبسنا. انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. احنا كلنا لبسنا المسيح يوم ما تعمدنا. احنا كنا عريانين وبعدين طلعنا لبسونا ابيض. الابيض ده اشارة ان احنا استخبينا جوه المسيح، التحمنا به، لزقنا فيه، وعلينا الشريطة الحمراء الزنار الاحمر، عشان خلاص اغتسلنا في دم المسيح، فبيضنا ثيابنا في دم الخروف، فلبسنا العز، لبسنا القوة، لأن ربنا يسوع بقى إيه؟ مغطينا. فده معنى جميل إن الأشعية شايف بالروح اللي هيعمله المسيح من أجل خلاصنا، فبيقول اصحي يا بشرية، البشرية الممزقة الفسدانة الضعيفة المهانة قدام الشر، البسي عزك، البسي قوة يا زراع الرب. استيقظي كما في أيام القدم. بمعنى إيه؟ إذا بصلنا لشعب الله عموما، له أيام مع ربنا أيام مجيدة. يعني يوم ما الشعب عبر البحر الأحمر، مش ده كان يوم مجيد؟ وكان شعب ربنا لابس القوة أو لابس العز، كان له كرامة، لدرجة بعد كده لما تقروا أسفار التثنية ويشوع يقول الشعوب كلها سمعت عن الحادثة دي فبقت مرعوبة. شعوب أريحة وكنعان كلها كانت خايفة. ليه؟ يقول لك دول من 40 سنة
عدوا البحر على رجليهم، فبقت عاملة سمعة لشعب الله مسمعة بعدها بعشرات السنين. فهنا أشعياء بالروح بيقول البسي أو استيقظي كما في أيام القدم. مش إحنا جالنا يوم صحوة كده؟ مش في أيام عدت علينا بصحوة روحية، صلينا أحسن من كده، توبنا أحسن من كده، خدنا موقف من حياتنا أفضل من كده، طب ليه ما نرجعوش؟ دي شبه إيه؟ في رؤية 2 لما المسيح بعت رسالة لملاك كنيسة أفسس يقول له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. هي نفس الفكرة، استيقظي كما في أيام القدم. يعني الرسالة دي كل واحد فينا ممكن يفهمها بطريقته. أكيد في حياة كل واحد فينا في فترة روحية أفضل من دلوقتي، كان بيصلي بحرارة أكتر، كان بيدي بسخاء أكتر، كان قلبه واسع واستحمل الناس، دلوقتي نفسه بقى قصير. طب ليه ما تصحاش كما في أيام القدم، ما انت دقت قبل كده، كما في الأدوار القديمة، يعني عدت عليك مراحل قبل كده كنت أحسن من كده. فكأن ربنا بيصحينا بما كنا فيه، يعني مش بيقول لنا بصوا بقى على القديسين الكبار، نقول له لا ده المسافة بعيدة قوي، ممكن يقول لك بص على نفسك كنت انت أحسن من كده، عشان الواحد يخجل ويصحى. استيقظي يعني الحكاية عاوزة يقظة، عاوزة سهرة، عاوزة الواحد يقوم من الكسل وياخد موقف. ألستي أنت، بيكلم بقى الكنيسة أو يد أو ذراع الرب، يعني القاطعة رهب، رهب هنا اللي هي الإشارة لمصر، الطاعنة التنين. يبقى بيقول يا ذراع الرب مش أنت اللي كسرتي مصر زمان يوم عبور البحر يوم فرعون، وطعنتي التنين، يعني الشيطان الطعن، الشيطان اتغلب لما كان الدم على الأبواب، الشعب كله تمتع بفداء وخرج من البحر مع أنه كان محكوم عليه بالإعدام، كان فرعون ماشي ناوي يموت الشعب كله. فبيقول مش أنت دقتوا الكلام ده قبل كده؟ أو الرسالة ليك مش أنت اتعمت ودست على الشيطان يوم المعمودية، سايبه يدوس عليك ليه النهاردة؟ مش أنت غلبته قبل كده؟ مش أنت لبست المسيح وخدت القوة؟ ليه ضعيف؟ ليه عمال تقع في خطايا ملهاش لازمة؟ ليه مستسلم للكسل؟ لا، أنت كنت قبل كده أحسن من كده. ألست أنت هي المنشفة البحر؟ يبقى بيكلم على الموقف التاريخي بتاع عبور الشعب البحر، لأن البحر نشف، نشف لأن المية وقفت صور، فالأرض بقت ممكن يتمشي عليه. ألست أنت يا زراع الرب هي المنشفة البحر، مياه الغمر العظيم الجاعلة أعماق البحر طريقا لعبور المفزيين؟ كأننا ساعات نقول له يا رب مش أنت اللي شقيت البحر، ينفع دلوقتي تحل الإشكال ده؟ يعني صعب عليك يا رب تغير حال بلادنا ولا تغير حال بيتنا أو مشكلتنا، وانت زمان شقيت البحر وعبرت مئات الآلاف، ما انت هو هو. فزراع الرب هي هي، ربنا مش مقصر على فكر، احنا اللي مقصرين في الصلب، لكن اللي عمل زمان يعمل دلوقتي وبيعمل، بس هو مستني اللي كي يصحى، احنا لما نصحى يعني ربنا كمان يصحلنا ويعمل كل حاجة حلوة. ألست أنت يا زراع الرب هي المنشفة البحر، مياه الغمر العظيم، يعني مية ملهاش آخر وقفت صور، الجاعلة أعماق البحر طريقا، يعني قلبنا كل الموازين الطبيعية عشان خاطر البشر، بقت الناس ماشية في قاع البحر والمية وقفلها تعظيم سلام، لعبور المفديين، ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم. آية جميلة وهتتكرر، كلمة مفدي الرب أولا تؤكد أن موضوع الفداء ملح في أشعياء. أشعياء النبي بيكلم كتير عن الفداء، واللي بيتابع معنا بقاله كذا مرة كذا مرة يقول أنا خلقتكم وأنا فاديكم أنا مخلصكم، يستخدم الكلمة دي كتير. الفداء بالنسبة للناس في وقت أشعياء هو الخلاص من المستعمر، على قد تفكيرهم اليهودي، كانوا مهددين من بابل وكانوا مهددين من الشعوب الوثنية،
فالفداء أو الخلاص معناه نخلص من الناس دول. لكن هناك من هو أهم كتير من بابل ولا أشور، الشيطان اللي متحكم في البشر، والفساد اللي دخل الطبيعة، والموت الأبدي اللي مستني الناس، هو ده بقى اللي عاوز فداء بجد. فبيقول مفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم، وعلى رؤوسهم فرح أبدي، ابتهاج وفرح يدركانهم، يهرب الحزن والتنهد. لو كان يقصد على زمنه بس كنا نقول ماشي، حصلت بعدها بكتير ان المزبيين رجعوا فرحانين بلادهم، ربنا فداهم من السبي، ودي ما حضرهاش لأشعياء ولا حتى أرميا، لا حضروها بعد كده الأجيال اللي بعد كده، عزرا ونحاميا. فرجعوا مفدي الرب، رجعوا والفرح على وشهم لأن راجعين بلادهم بعد فترة سبي طويل. إنما المعنى أعمق من كده، ما يخصش اليهود، يخصنا إحنا. إحنا مفدي الرب، إحنا اللي آمنا إن المسيح فدانا، تعلقنا بصليبه وبدمه، فنحن مفدي الرب. مفدي الرب يحصل لهم إيه؟ يرجعوا. يرجعوا فين؟ يرجعوا السماء، لأن إحنا اطردنا زمان من السماء، إحنا أولاد ربنا، خرجنا من الجنة مع آدم، يعني إيه من خلال آدم يعني، وعايشين في غربة، عاوزين نرجع بقى. وطلعت إن إحنا مش هنرجع جنة عدن، لا ده هنرجع حتى أحلى من جنة عدن، هنرجع السماء. فإذا ربنا يسوع جالنا الدنيا يفدينا عشان ياخدنا ويرجعنا، يرجعنا للحياة الأبدية اللي فقدناها بالخطية. فمفدي الرب يرجعون، يبقى نرجع للحضن الإلهي، نرجع للراحة الأبدية، نرجع فردوس النعيم وملكوت السماوات، نرجع للقصد اللي كان ربنا قاصد بيه يوم ما خلقنا، خلقنا عشان نتمتع بيه إلى الأبد، نرجع بقى. مفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون، يبقى صهيون هنا إشارة للسماء. يأتون إلى صهيون بالترنم. تلاحظوا مثلا سفر الرؤيا عشان بيتكلم عن السماء كتير، تلاقوا كل الناس عمالة ترنم، بيسبحوا طول الوقت. فاللي راجعين على السماء راجعين فرحانين بربنا، وما فيش في لسانهم خلاص طلبات. هنقول ايه؟ تصور انت داخل السماء، هتقول له اشفيني، اشفيك ايه؟ ما خلاص. هتقول له طب خلصني من مشكلة الشغل، ما عادش في شغل. طب ادينا لقمة ناكلها، ما عادش في اكل. طب الدنيا حر، خليها مش عارف تفك شوية، ما عادش في حر. فانت مش هتلاقي حاجة تطلبها، انت هتلاقي مفيش حاجة غير انك تقول له اشكرك يا رب، ما استاهلش ادخل السماء. فمفدي الرب يرجعون ويأتون الى صهيون بالترنم، ترنيمة في لسانهم. يقول في الرؤية محدش عارف الترنيمة الا 144,000 الذين اشتروا من الارض. اشتروا يعني تفادوا، يدفع تمنهم، واحنا اشترينا من الارض، مدفوع تمننا غالي، ربنا يسوع اشترانا. فاحنا كلنا محسوبين مفدي الرب، اللي هم صدقوا في موت المسيح وماتوا معاه في المعمودية، دفنا معه في المعمودية، فخلاص كده اتدفع تمن خطايانا، افتدينا بالفداء اللي عمله وتمتعنا به في المعمودية، ويثبت فينا بالتوبة والتناول. مفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم، وعلى رؤوسهم فرح أبدي. تعبير جميل. يعني إيه على رأسه فرح أبدي؟ يعني مثلا إكليل، مثلا تاج، إيه على رأسه فرح أبدي؟ يعني تشوفه تحس أن فرحته دي لن تقف أبدا، لا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. أي واحد تبص في عينيه تعرف فرحان ولا دبلان زعلان؟ تعرف. انت تبص في عينين كل القديسين تلاقي فرح ابدي. وعلى فكرة الآية دي تشغل راسمي الايقونات، الفنان القبطي يحب المعنى ده، فكل ايقونة يخلوا الوش فرحان والعينين مفتوحة عشان يوصلوا المعنى، على رؤوسهم فرح ابدي. فما تبص الوش ماري جرجس او ام بنطونيوس او الست دميانة او ماري مرقص، فرح أبدي طالع من وشه، لأنه خلاص ما فيش حاجة هتعطل فرحته، خلاص خلصنا الحزن، خلصنا زمن التعب. طب بالنسبة لنا الكلام ده إيه؟ الكلام ده ندوقه دلوقتي
على اعتبار يكمل واحنا داخلين السماء في الاخر. يعني وانتوا جايين الكنيسة، ما هي الكنيسة هي السماء مؤقتا، الكنيسة هي صهيون الان، يبقى ترجع الكنيسة، تيجي الكنيسة وانت فرحان، تأتي للكنيسة بترنم. وفي الفكر القبطي المفروض الواحد هو رايح الكنيسة يقول مزامير، مزامير فرايح، مزامير يغلب عليها طبيعة الفرح، زي مثلا ايه، فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب، المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون، رفعت عيني للجبال من حيث يأتي عمد. تراتيل اللي كانوا يقولوها زمان وهم طالعين للهيكل احنا نقولها واحنا طالعين الكنيسة، وكلها مزامير تراتيل مفرحة، والفرح يبقى طالع من وشنا لمجرد ان احنا رايحين بيت ربنا، لان ده معناه ان احنا خلاص هندخل على بيت ربنا محسوبين كده تبع مفدي الرب اللي هيدخلوا السماء. مفدي الرب يرجعون ويأتون الى صهيون بالترنم، وعلى رؤوسهم فرح ابدي، ابتهاج وفرح يدركانهم. يعني ايه؟ هم جايين فرحانين ويواجههم فرح، يدركهم الفرح. يعني ايه؟ محاصرين بالفرح. يعني انت فرحان داخل بيت ربنا، تدخل بيت ربنا تفرح اكتر، تاكل جسد المسيح ودمه تفرح اكتر، تتمتع بالالحان تفرح اكتر، تشبع بكلمه ربنا في القرايات تفرح اكتر، يدركك الفرح. يعني انت جاي فرحان والفرح بيجري وراك يلحقك. وعشان كده خلي بالكم، عشان نقول كلام عملي، اي واحد فيكم يبقى عنده نوبة حزن كده او كآبة او قلق شديد، لازم تيجي بيت ربنا كتير، هنا العلاج. تيجي عشية، تيجي تسبيحة، تيجي طبعا القداسات، واكثر من وجودك في بيت ربنا تلاقي الفرح ادركك. يعني ايه؟ وصلك، دخل قلبك غصب عنك. تقعد برا في العالم تلاقي الغم زاد والنكد زاد والمخ عمال يودي ويجيب، طب ما تيجي بيت ربنا صهيون. مفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم، وعلى رؤوسهم فرح أبدي، ابتهاج وفرح يدركانهم، يهرب الحزن والتنهد. تاخدوا بالكم في الأوشية بتاعت الراقدين خدنا الكلمة دي، كنيسة قالت إيه؟ الموضع الذي ليس فيه حزن ولا تنهد، مفيش الحاجات دي. فاحنا بنتكلم عن السماء عشان نقول امتى نروح السماء. مفيش حزن ولا تنهد، التنهد كلكم عارفينه، الواحد يتنهد كده من وجع القلب، يعني مفيش وجع قلب، فمفيش حاجة تخليك تتنهد. حتى التنهد التعبير البسيط ده ما عادش موجود، فرح مسيطر. يعني انا هو معزيكم، كلمة جميلة قوي بقى انا، ولما يعيد يبقى بيأكد عشان ننتبه، أنا وما فيش غيري. يعني أنا هو معزيكم، برضو هي رسالة على قد بساطتها، على قد ما احنا صدقوني أقول إيه، غافلين ولا مغفلين مش عارف أقولها إزاي، غافلين عنها. بندور على تعزية بعيد ليه؟ بتدور على عزاء أو راحة بال برا ربنا ليه؟ وانت لغاية دلوقتي ما فهمتش، ما فيش عزاء بدون ربنا، ما فيش فرح ولا بهجة ولا راحة قلب من غيره. تبقى حزين ومعاك حق في حزنك ايا كان نوع الحزن، اتظلمت، خسرت حد، خسرت فلوس، خسرت كرامة، خسرت صحتك، انا هو معزيكم، تعال وانا اعزيك، هفرحك رغم كل الظروف، مهما كانت الظروف اقدر افرحك. اذا انا معزيكم، عاوزة ايمان، عاوز ثقة انه يا رب ما فيش غيرك وانا مش هسيبك غير لما تعزيني. انت قلت انا معزيك وانا تعبان، فانا هقعد عندك لغاية ما تعزيني. تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم، نفس المعنى. من انت؟ يرجع يكلم صهيون اللي هو شعب الله بقى والناس ولاد ربنا، حتى تخافي من انسان يموت. ما هو اللي بيربك الانسان ايه؟ غالبا انسان زيه. فبيقول لنا كده بعتاب، انت مين يا صهيون الجميله عشان تخافي من بني ادم بيموت؟ وانتم مستقلين بروحكم؟ اذا كان ربنا كله جه ومات عشاننا،
نعول هم بني آدم نفتكره يتحكم في مصائرنا، يطلع مين البني آدم اللي يحكم مصيرنا؟ مين ده؟ إذا كنا غاليين عند ربنا قوي كده، في بني آدم مهما كان يتحكم فينا؟ خالص مفيش حد يقدر يتحكم فينا، ده إنسان بيموت. يعني هنا تعبير من إنسان يموت، يعني طلع نزل هيموت، حتة بني آدم يعني. فليه مكبرينه كده وليه عاملين له حساب زيادة وليه خايفين منه؟ من أنت يا صهيون حتى تخافي من إنسان يموت ومن ابن الإنسان الذي يجعل كالعشب؟ تخافي يا صهيون من بني آدم زيه زي بتاع الخضرة دي اللي بيندس عليها حتة عشب؟ إذا احنا يعني مخجل لينا ان احنا نتصور في لحظة ان مصائرنا في يد بشر. ربنا يسوع لما بيلاطس اتهيأ له في عرف الناس انه في ايده سلطان على المسيح، المسيح كان ساكت 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 طول المحكمة لغاية ما بيلاطس بقى اتغاظ وقال له هو انت مش عارف ان انا ليا سلطان ان اطلقك وليا سلطان ان انا اصلبك؟ قال له بقى استنى حيلك، لم يكن لك علي سلطان البتة ما لم تكن قد أعطيت من فوق. يعني الوحيد اللي عنده السلطان اللي فوق، أما البشر دول أدوات في إيده. هو نفس الكلام ينطبق علينا، ليس لإنسان سلطان علينا البتة ما لم يكن قد أعطي من فوق. ولو أعطي من فوق يبقى احنا مطمنين، اللي فوق تبعنا، فاللي فوق ده مش ضدنا. فلو ادى سلطان لحد يتعبنا نقول له طب ما انت واخد اذن يبقى خير طبعا، لكن تطلع تنزل ما تقدرش تعمل حاجة لوحدك. من انت يا صهيون حتى تخافي من انسان يموت او من ابن الانسان الذي يجعل كالعشب؟ اذا لما اولاد الكنيسة يجي لهم لحظة خوف من انسان او حتى اتكال على انسان، الاتنين دول وحشين قوي. لا تخاف من انسان ولا تتكل على انسان، تتخاف من ربنا وتتكل على ربنا. ويبقى كل البشر تحبهم لكن مش عامل لهم حساب زيادة، يعني هو في الآخر إنسان يموت عشب يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور الزبالة مكانه كده. وتنسي الرب صانعك، بيكلم صهيون بقى يا صهيون تفتكري بني آدم تعملي له حساب وتنسي اللي خلقك؟ تنسي الرب صانعك باسط السماوات مؤسس الأرض. لما نتأمل في صفات الله نلاقي السماء دي كلها هو اللي نشرها كده، والأرض دي كلها هو اللي مؤسسها ومسكها، وبعد كده احنا تبعه نقوم نخاف من بني آدم؟ بجد ما فيش مخ ولا ايه؟ حاجة شكلها وحش قوي. إذا كان ربنا الأرض والسماء كلها في إيده وإحنا ولاده، وفي حد أغلى من ولاد الواحد؟ طب تنسي الرب صانعك مؤسس الأرض باسط السماوات. هو ليه يقصد هنا يشرح؟ عشان يقول اللي يعمل ده كله يقف قدام مشكلة عندك في حياتك كبيرة ولا صغيرة. في حاجة اسمها مشكلة كبيرة عند ربنا؟ فيش حاجة اسمها كده. غير المستطاع عند الناس ايه؟ مستطاع عند الله. وتفزع دائما كل يوم من غضب المضايق عندما هيأ للإهلاك. يعني تبص تلاقي ايه؟ الناس تسمع خبر انه مش عارف الدنيا هتقوم علينا وتعمل ايه؟ يهيئون لإهلاك أولاد الله. فالناس تفزع تتخض. فربنا يبص لنا كده بتتخضوا عشان سمعتوا ناس ناويين مش عارف يعملوا ايه؟ مش عيب يا أولاد تنسوني وتنسوا أنا مين وتخافوا من بني آدم؟ فربنا راصد علينا هذا الخطأ المخجل، أننا نفزع كل يوم من غضب المضايق. طب بيضايقونا بيغضبوا علينا، الحالة غضبهم يفرق ولا مضايقتهم تفرق؟ اللي يفرق موقفنا احنا ماسكين في ربنا، لا نفزع أبدا ولا نضطرب خالص، لأن عارفين كل حاجة محسوبة بدقة شديدة. عندما هيأ للإهلاك وأين غضب المضايق؟ يعني هنا السؤال استنكاري عن إيه؟ يوم ما غضبوا المهلكين دول أو المضايقين وصلوا لإيه يعني؟ راحوا لحالهم. ما الرومان كانوا قلبين على الكنيسة زمان وراح زمن الرومان،
وجي غيرهم قلبوا على الكنيسة وراح زمنهم، وياما أباطرة قياصرة، ياما جيوش كان غرضها تعادي أولاد الله. أين غضب المضايق؟ راحوا فين دول كلهم؟ انتهوا. سريعا يطلق المنحني ولا يموت في الجب. يعني الإنسان المنحني هنا المقصود به المزبي أو المحني من الذل، التعبان نفسيا اللي حاسس الدنيا كسر نفسه. ربنا قريب، سريعا يطلق المنحني، يعني ربنا يطلق سراحه يحرره من وجع قلبه. ولا يموت في الجب، الجب كان دايما إشارة للسجن اللي مش معروف له آخر، والجب ساعات يقصد به الجحيم. لكن مثلا أرمية اترمى في جبه وكان هيموت وبعدين ربنا أنقذه على الآخر. فإذا كنت في جب يعني سجن داخلي، سجن الخوف، سجن القلق، أو مكسورة نفسك لأن الدنيا عمالة تخبط فيك، أنا هو معزيكم، روح لربنا، ادخل كنيسته، اشبع بصهيون. صهيون حيث الدخول ليها بالترنم، وعلى رؤوسهم فرح أبدي، هناك يهرب الحزن والتنهد. يبقى تدخل في المكان اللي ما يعرفش حزن وتنهد، لأنه هو ده بداية السم. سريعا يطلق المنحني ولا يموت في الجب ولا يعدم خبزه. يعني ايه؟ ما هو طبعا في الجب ده يبقى مش لاقيين اكل ولا شرب. لا، ربنا داخل الظروف الصعبة لا يعدم خبزه، يعني ربنا يبعت لك الاكل لغاية عندك. تعزيات ربنا، تدخلات ربنا، يفرح ولاده في اصعب الظروف، يتدخل ويرفعه. وانا الرب الهك، لانه بيكلم صهيون، مزعج البحر فتعج لججه. يعني لو فيها بحر ده انا بس انفخ في البحر ينزعج. البحر ده تقول عليه جيوش، تقول عليه سياسة، تقول عليه سعر الدولار، تقول عليه زي ما تقول. يعني ده ربنا يزعج البحر، مش البحر اللي يزعج ربنا او يزعج ولاد ربنا، ده ربنا اللي يزعجه. رب الجنود اسمه، يعني إلهنا قوي ومعاه جنود سماوية، فالمفروض ان احنا نحتمي فيه وما نفكرش في الدنيا. قد جعلت أقوالي في فمك، أو في فمك لو كان الكلام لشعب كنيسة. يعني انت ليه كلام ربنا ساب لسانك؟ برضو ده عتاب مهم. ليه؟ ساعات نتكلم زي ما الناس اللي في الشارع تتكلم. طب مش عيب احنا ولاد ربنا يبقى كلامنا زي كلامهم؟ يقولوا الدنيا غلا، طب واحنا نقول كده؟ ولا نقول ربنا موجود؟ يقولوا مش عارف هيحصل ايه، طب احنا نقول ايه؟ هيحصل كل خير طبعا. جعلت كلامي في فمك، لازم كلام ربنا اللي يبقى في لسانك انت، ما تسمحش لسانك يقول زي ما الناس بتقول. اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس ظاهرون. وبظل يدي سترتك، يعني رغم كل الظروف دي انا ساتر عليك بظل ايدي. فاللي يحصل في الدنيا كوم ومعاك انت لا يقترب اليك الشر. بظل يدي سترتك، طبعا هي كمان نبوة عن مسيح لما رفع ايديه على الصليب، ستر علينا، ستر على خطايانا، كسانا، كنا عريانين من الخطية، هو تعرى عشان يكسينا احنا. فبظل يديه بنعمة الصليب اتسطرنا. لغرس السماوات وتأسيس الأرض، عشان ايه؟ هنا بقى مقصود بالسماء والأرض، سماء وأرض جديدة بقى. خلاص السماء والأرض اللي شايفينها دي بدأ العد التنازلي، عمالة تجيب آخرها، خلاص السماء والأرض يزولان. لكن هناك سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر، تكلم عنها سفر الرؤية. فربنا عمال يأسس في السماء الجديدة والأرض الجديدة من دلوقتي، واللي احنا فيها دي كلها خلاص بتقفل. طبعا مش بتقفل، محدش يقول بكرة يعني ولا بعد، لكن هي بتقفل طبيعتها كده، خلاص خربت وايه وعمالة تجيب اخر. لكن هناك سماء جديدة وارض جديدة تنتظر اولاد الله. ولتقول لصهيون انت شعبي، عشان بقى يوم ما ندخل على السماء كده نسمع ربنا يقول انت شعبي الى الابد. عشان كده احنا نحب كلمة شعبك دي، لما نقول لحن جناينا
نقول له شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبك إلى الآب قائلين ارحمنا احنا شعبك، عشان في اليوم الأخير تقول لنا أنتوا شعبي، وإحنا من النهاردة بنقول لك إحنا شعبك، تستر علينا بإيدك، تحامي عننا، تحمينا من المشاكل، تعزينا بضيقتنا، تسمح لنا بالضيقة أهلا وسهلا، بس تبقى معانا في الضيق. إحنا مش هنعترض على الضيقات لأنك ما وعدتش غير بكده، قلت في العالم سيكون لكم ضيق، لكن زي ما وعدت إن الضيقة جاية، وعدت إنك هتبقى مع أولادك في الضيق، خلاص أهلا وسهلا. تعزينا ويفضل الفرح الأبدي على رؤوسنا. انهضي انهضي قومي يا أورشليم، زي ما قال استيقظي يا زراع الرب، رجع يقولها تاني وهو فرحان، أشعيا شايف حاجة، شايف كنيسة العهد الجديد، شايف يوم القيامة، شايف ملايين من البشر اللي أمنوا بالمسيح فرحانين منتصرين على الخطية والفساد اللي في العالم، شايف. فبيقول انهضي يا أورشليم، اصحي. طبعا الدعوة لينا ككنيسة، خلينا نقول يا أحبائي، أحيانا الكنيسة تبقى كلها نايمة بسبب شعبها نايم، فيبقى الروح القدس بيقول انهضي يا شعب يا أورشليم، انهضي. النهضة تيجي ازاي؟ النهضة دي تيجي لما كل الشعب ينتبه ان اهم حاجة في الدنيا دي نحب الناس ونصلي طول الوقت، تبقى في نهضة، نبقى صحينا من النوم. إنما نعمل زي الناس، نفكر ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس، نقعد بقى نفكر في حوشنا كام وفاضل إيه وهنعمل إيه، ونحسب للدنيا بتاعتنا، وناكل في بعض ونتكلم على بعض ونتابع الأخبار وبعدين نهضة؟ ما فيش نهضة طبعا، ده في وكسة يعني مش نهضة. انهضي انهضي يا أورشليم، النهضة مرتبطة إن احنا نستوعب احنا أولاد ربنا قاعدين يومين وماشيين، إيه اللي خلينا نفكر زي الناس ونعول هم زي الناس؟ انهضي انهضي قوم يا أورشليم التي شربت من يد الرب كأس غضبه ثقل كأس الترنح، شربتي مصصتي. يعني تعرفين لما واحد يشرب الكأس وبعدين يمصمص في الآخر كده يعمل صوت، قال يعني ايه خدها الآخر شفت. فهو بيقول لها يا أورشليم انت شبعتي بهدالة، انت خدتي على دماغك كتير عشان ترجعي، عشان تصلي، عشان تكفري بالدنيا، عشان ما تمسكيش فيها، شربتي لما سكرتي من الغلب. فهنا كأس غضبه يعني ايه؟ ربنا يسمح لولاده أو لكنيسته بألام عشان كنيسته ما تتعلقش بولا حاجة في الدنيا، ويبقى أولاده مش مسكين ولا حاجة، اللي عاوزين مجد أرضي ولا عاوزين فلوس ولا عاوزين كرامة ولا عاوزين السماء وبس. فقال لها انهضي انت شربتي من يد الرب كأس غضبه ثقل كأس الترنح. يقال في الزمن ده لما كانوا يعدموا واحد كانوا يصطلوه يعني يشربوه زي الخل اللي كانوا هيدوه للمسيح عشان يستحمل العذاب اللي دخل عليه كنوع من التخدير عشان يموت من غير عذاب زي هذا. فكأنه أورشليم قاربت النهاية من كتر الغلب، كتر الوجع، فبقت دايخة يا عيني من كتر الخبط اللي على دماغ. بس خلي بالك ده ليك مش عليك، لما تلاقي انك انت عمال تشرب من كاس مرة ربنا سمح لك بيها، ضيقة، تجربة، ايام صعبة، اوعى تصدق ان ربنا بيكرهك، طبعا لا، ده بيحبك وبيقول لك يلا قوم قوم انهض، انت شربت من الوجع كفاية عشان تتمجد معايا بقى، إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. إحنا بنستوي في الدنيا بس بيسوينا على نار هادية. عشان كده لما يعقوب ويوحنا راحوا طلبوا من المسيح مجد، مامة يعقوب ويوحنا راحت تقول للمسيح خلي واحد على يمينك واحد على شمالك بيسألوا عن المجد، كانت إجابة المسيح إيه؟ يقدروا يشربوا من الكاس اللي أنا هشربها، يعني قبل المجد في كاس وكاس مر، هيشربوها ولا مش هيشربوها؟ مستعدين لده ولا عاوزين راحة وخلاص؟ فهي طبعا مامتهم مش فاهمة بيتكلم في ايه، قالت له طبعا ولادي يشرفوا يشربوا اي حاجة المهم بس ايه ينجحوا. قال لا طيب خلاص الكاس اللي انا اشربها يشربوها، يعني انتي حكمتي على اولادك، ويعقوب كان اول شهيد ويوحنا اتعذب كتير.
هنا معناها احنا ليه بنستكتر نشرب من الكاس اللي شرب منها المسيح نفسه، مش هو اللي شرب الكاس؟ لدرجة ربنا يسوع تعبيرا عن وجعه في صلاته قال إن أمكن إيه أن تعبر عني هذه الكأس. هو طبعا لكن لأجل هذه الساعة قد أتيت، وعارف أنه هيشربها، بس عشان يورينا أن هي فعلا مرة وبتوجع. فلما تدخل على كأس مرة مهما كان مرارتها أنت بتشارك ربنا الوجع. فأنت زعلان ليه؟ الوجع ده ليك في الآخر، ده هو ده اللي بيجهزك للسماء. انهضي انهضي قوم يا أورشليم التي شربت من يد الرب كأس غضبه ثقل كأس الترنح، شربتي مصصتي، ليس لها من يقودها من جميع البنين الذين ولدتهم، وليس من يمسك بيدها من جميع البنين الذين ربتهم. من الحاجات اللي توجع القلب ان أم تربي عيال كتير وما تلاقيش حد على كبر يخدمها أو يقف معاها، فكأن صهيون أو أورشليم مش لاقي حد من ولادها يطبطب عليها في لحظات وجعها. ده جزء من الآلام اللي يعني تشبيه صهيون بالأم هنا بيقول ليس لها من يقودها، يعني لما عجزت خالص مش لاقي حد يمسك بإيديها يمشي معاها خطوتين، ومع كده يقول لها طب ما أنا معك، لو مالكيش حد أنا معك، أنا معزيكي، أنا قائدك، أنا مسؤول عنك. اثنان هما ملاقياك، هي بقى بتشكي وبتقول له أنا يعني متحصرة من النكد من الوجع من الهم، فيقول لها ما أنا عارف اثنين بيلاقوكي طول الوقت. ده أسلوب أدبي في الخطاب، يعني إيه هتبان هنا؟ من يرثي لك الخراب والانسحاق والجوع والسيف؟ يعني هي بتقول له رب أنا ما ورايش غير أسمع خراب وبهدلة أو جوع وسيف، ما بيلاقينيش غير كده. زي واحد يجي لنا يقول لنا إيه، هو ربنا ما وروش غيري؟ ده التجارب نازلة ورا بعض ورا بعض، مش لاحق أرفع راسي، ألاقيها من فين ولا من فين؟ معلش حبيبي ده شعورك بس، ده ما تصدقوش، ربنا جنبك وبيحبك وبيركز معاك وبيوضبك للسماء. وانهضي انهضي قومي يا أورشليم، قومي من اليأس والتحصر، هو معزيك، تعال الكنيسة تلاقي الفرح ويهرب الحزن والتنهد، لكن ما تستسلمش للفكرة دي. اثنان هما ملاقياك من يرثي لك، انت هي بتقول كده يعني ما حدش حاسس بيا، هي بتقول كده، طبعا ربنا حاسس. الخراب والانسحاق والجوع والسيف، بمن أعزيك؟ ما تستنوش تعزية من بشر، طول ما انتم مستنين البشر يتعدلوا مش هيتعدلوا، فهتتكبسوا وهتتعبوا. طب ربنا جنبنا وبيعزي وتعزياته حلوة ومفرح، ندور على حد غيره ليه؟ بدل ما نتكلم مع الناس نتكلم مع ربنا في الصلاة، وبدل ما نسمع كلام الناس نسمع صوت ربنا في الإنجيل والكنيسة. هكذا اثنان هما ملاقياك، من يرثي لك الخراب والانسحاق الجوع والسيف، بمن أعزيك؟ بنوك قد أعيوا اضطجعوا في رأس كل ذقاق كالوعل في شبكة، الملآنون من غضب الرب من زجرة إلهك. بالنسبة لأورشليم أو صهيون أغلب عيالها راحوا للوثنية، فكانت من الناحية الروحية متألمة موجوعة لأن ولادها تركوا الإيمان. في زمن اليهود كان كده، أغلب اليهود صاروا وثنيين، وده سبب غضب ربنا عليهم، أن اليهودية كلها انحرفت في عبادات وثنية، أغلب تاريخ اليهود كده. لذلك اسمعي هذا أيتها البائسة، ما زال الكلام لصهيون أو أورشليم، بيقول لها انهضي، بيقول لها استيقظي، بيقول لها افرحي، ما تستسلميش للحزن، أنت شربتي كأس مرة لكن ده مش معناه دي آخر القصة. اسمعي هذا أيتها البائسة والسكرة، سكرانة يعني، وليس بالخمر، لأنه يعني مش مقصود الحكاية حرفيا طبعا، سكرانة وجع، سكرانة غلب يعني. هكذا قال سيدك الرب وإلهك الذي يحاكم لشعبه، ها أنا ذا قد أخذت من يدك كأس الترنح ثقل كأس غضبي، لا تعودين تشربينها فيما بعد. أخيرا جه الخبر الحلو، يعني ايه؟ خلاص يا ستي هاتي بقى الكاس ده كفايه عليكي كده،
هتيجي لحظة دايما ربنا يوقف المر، لكن طبعا اللحظة دي ممكن تكون آخر لحظة في العمر، يعني إيه، ممكن الألم يخلص وممكن العمر يخلص، وفي الحالة دي الألم هيكون خلص برضه. فيصح ياخد الكاس بتاعت الترنح دي من إيد أورشليم، يعني إيه، كفاية عليك وجع. ساعات تحصل في حياتنا إن تيجي فترة هدنة كده، إن ربنا يبقى شادد جامد وبعدين يعني مع التوبة مع اللجوء لربنا يرفع شوية التجربة، فيقول كفاية عليك كده، أنت شربت كفاية، تعبت كفاية. لكن هي غالبا تنطبق بالأكثر على إيه؟ على الخروج من الجسد. هي دي الراحة الحقيقية، إنه يسحب كأس الترنح كده ويقول لا كفاية خلاص، ندخل بقى على الفرح الأبدي. هكذا قال سيدك الرب وإلهك الذي يحاكم لشعبه، يعني ربنا حاكم عادل ويحاكم لشعبه، يعني إيه؟ ربنا بيشتغل لحسابنا مش علينا، ربنا مش واقف يرصد علينا أخطائنا، يبقى مفيش حد هيوصل السماء. ربنا بيدور على الطريقة اللي بيها يخلصنا بعد صليبه، الظروف إيه اللي تمشي معانا عشان تخلينا نجهز للسماء. فهو يحاكم لشعبه، هو ملوش غرض غير إن شعبه يوصل السماء. ها أنا ذا قد أخذت من يدك كأس الترنح، تشبيه لطيف إن ربنا في لحظة خروج الروح من الجسد كأنه بيسحب الكاس اللي كلها مرارة دي اللي قاعد يشرب فيها الواحد، يقول له كفاية عليك كده. ثقل كأس غضبي لا تعودين تشربينها فيما بعد، أضعها في يد معذبيك. يبقى اللي تعبوك دول بقى لهم حساب عندي بقى، أنا سبتهم يتعبوك يا كنيسة عشان أنت تجهزي للسم، تلمعي كده للأبد بالمجد الأبدي، تبقي شبه المسيح في صليبه وموته وقيامته. لكن كل اللي تعبوكي لا، ده انا هديهم كاس طويله بقى، هاخد بقى المراره اللي انت عديتي عليها دي ادوقها لهم. يبقى هو اله عادل، ربنا يسمح بوجع لاولاده من اجل خلاص اولاده، لكن اللي وجع اولاده لا لا، ده له حساب شديد معاهم. فبيقول انا هاخد كاس الترنح دي احطها في ايدين بقى اللي عذبوكي بقى، وده على طول بقى، لان دول ما لهمش في الايمان والتوبه. أضعها في يد معذبيك الذين قالوا لنفسك انحني، اللي زلوا يعني ولاد ربنا، لنعبر، كانوا بيعبروا فوق العبيد، كانوا يخلوا العبيد يوطوا ويمشوا فوقيهم. فالتشبيه كأن الكنيسة اتزلت وشعب الله اتعذب، تعب ولاد ربنا تعبوا، فاللي قالوا لك وطي دي عشان نمشي من فوقيكي، بصي شوفي اعمل فيهم ايه. وضعتك الأرض ظهرك وكزقاق للعابرين، يعني اتزليتي وبقيتي على الأرض كده عشان يمشوا من فوق راسك، لكن أنا ليا حساب مع الناس دول. استيقظي استيقظي البسي عزك يا صهيون. خطاب تاني للكنيسة، اصحي يا كنيسة وافرحي، البسي العز كله، لأنك أنت دلوقتي خلاص عروسة المسيح. افرحي بالمجد الأبدي اللي مستنيكي، افرحي ربنا اللي فرحان بيكي بعد كل تعبك. البسي ثياب جمالك يا أورشليم المدينة المقدسة، لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس. بنعيد نفس المعنى، اللبس الحلو إشارة للمسيح، يعني إيه؟ خلونا نقولها بطريقة تانية، جمال الكنيسة في إيه؟ أنه كل واحد في الكنيسة بقى شبه المسيح، هو ده جمال. لما كلكم تبقوا لابسين المسيح، اي حد في الشارع بيشوف ايه؟ بيشوف المسيح في كل ولاد الكنيسة، فتبقى الكنيسة جميلة، لابسة عزها، لابسة توب جمالها، كل ولادها شبهه، الوداعة، التواضع، المحبة، الصبر، البساطة، الحكمة، الطيبة، كل حاجة حلوة في ربنا باين علينا. اللي معطل الكرازة أحبائي، إن إحنا مش شبهه. إيه اللي مخلي الناس مش شايفة المسيح؟ لأن إحنا مش شبهه، فإحنا بطلنا ننور. أنتم نور العالم، لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. النور اللي فينا مش باين لأن إحنا مش واخدين الشكل، مش لابسين العز ده.
استيقظي البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك. تصوروا كده لما كل واحد قبل ما ينزل من بيته الصبح يقف قدام المراية، المراية بتاعتنا الإنجيل مش المراية التانية، وبعدين يظبط منظره على المسيح وينزل بقى على سلالم بيته في الشارع، الناس تبص على واحد شبه المسيح، وده الصح وده الطبيعي، فرحان وديع بسيط ملوش في الدنيا بقى خالص، والغلب بتاع الدنيا ده كلام العالم ده مش تبعه، فيبقى عارف يلبس المسيح صحيح. هل الواحد فكرة لبس المسيح دي شغلة؟ ما احنا لبسناه في المعمودية بس للأسف زي اللي ايه مطرب دلوقتي وايه ركننا اللبس. المدينة المقدسة، أورشليم هي المدينة المقدسة، فالمفروض تبقى لابسة العز. لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس. بمعنى إيه؟ ما تسمحش في حياتك بحاجة غلط تدخلك، لأن ده يشوه جمال ربنا اللي فيك. الكنيسة مش حلوة قوي في نظر العالم بسبب الأغلف والنجس. لما أولاد ربنا يبقوا هم اللي قاعدين على القهاوي يشربوا شيشة ويشربوا حاجات، طب وده إيه ده؟ ده منظر ولاد ربنا؟ دول اللي جايين ياخدوا جسده المسيح ودمه؟ طب ما كده لا يليق طبعا. لما يبقى ولاد ربنا في أشغالهم غير أمناء، دخل الأغلف والنجس، ما ده فكر العالم، النجاسة ده عدم الأمانة. لما يبقى ولاد ربنا الرفاهيات هي اللي شغلاهم، قاعدين يفكروا يصرفوا فلوسهم في ايه، وعندنا فقراء مش لاقين ياكلوا، أغلف ونجس، خلاص ما عادتش مدينة مقدسة. لما يبقى اللي شاغل شبابنا وولادنا البران اللي هم مش عارف الماركات، يعني عاوزين يلبسوا ماركات، يلبسوا ماركات دائما تلبسوا المسيح، والمسيح ما عادش ماركة تعجب، لكن يقول لك أنا بشتري مش عارف من المحل الفلاني بالسعر الفلاني. ده تفكير ولاد ربنا، هو ده اللي يشغلهم بقى، الفلوس اللي ممكن تصرف على الغلابة ونشتري بها يعني الرحمة، نعمل رحمة مع المحتاجين، الرحمة نقعد نصرفها في الحاجات دي. أغلف ونجس، يعني أفكار غريبة نجسة داخلة على المدينة المقدسة. النتيجة طبعا إن صورة ربنا مش باينة، وإن الكنيسة زي اللي بقت حتة من العالم، مش باين الفرق بقى. فين الفرق؟ فين أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون؟ لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد. ناخد آية واحدة، ناخد إيه؟ أنا هو معزيكم. يلا قولوا معي، أنا هو معزيكم، كمان مرة، أنا هو معزيكم.